اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن عمرو الحلواني. ازيك يا عمور؟ كابتن اسلام، اخبارك يا حبيبي؟ حبيبي يا كابتن، كله كويس؟ زي الفل يا كابتن مصطفى. شايف ماتش البيراميدز ازاي مباشره؟ طبعا ماتش مهم جدا. النادي الاهلي الفتره اللي فاتت ماشي الحمد لله بخطه ثابته. النادي الاهلي اخر 12 ماتش كسبان في الدوري، وبيراميدز برده كسبان 14. ف النادي الاهلي الفتره الاخيره عارف هو عايز ايه يا كابتن اسلام، مركز جدا. مستر كولر عامل روتيشن على اعلى مستوى، كل اللعيبه بتادي اللي عليها. اي حد بيبقى احتياطي وبينزل زي عمرو السوليه بينزل بيعمل فارق جامد جدا. كل اللعيبه مركزه. النادي الاهلي عنده 30 لعيب مميز، 30 لعيب على اعلى مستوى. مستر كولر في التمرين بيبان اللعيبه اللي مركزه وبيدي اللعيبه، حتى بتلاقي بيفاجئنا بطاهر محمد طاهر ماتش قبل فات بياخد مان اوف ذا ماتش، بقى له فتره ما كانش بيلعب. الفترة اللي فاتت بيلعب وبيأدي على أعلى مستوى. حسين الشحات بيلعبه ماتشين وعجده وأحد احتياطي. إمام عاشور الماتش اللي قبل اللي فات كان مريحه، الماتش اللي فات بيلعب. فأنا شايف اللي فيه روتيشن على أعلى مستوى، اللعيبة مركزة. اللعيبة دايما كابتن إسلام لعيبة النادي الأهلي بالأخص بيحب يلعبوا تحت ضغط، فأنا مش قلقان من الماتش بتاع بيراميدز. بالعكس انا شايف النادي الاهلي اتعود على كده اكتر من 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 موقف. النادي الاهلي بطل الدوري، النادي الاهلي بطل افريقيا، اللعيبه كلها بتبقى مركزه في الماتشات الكبيره، بتلاقي اللعيبه الكبيره. انا مش قلقان ماتش بيراميدز يا كابتن اسلام، انا متاكد النادي الاهلي هيعمل ماتش كويس جدا. النادي الاهلي هيبقى التفاصيل الصغيره بتاعت مستر كولر اكيد بيذاكر الفتره دي، واللعيبه كلها بتذاكر وعارفين الماتش ده مهم جدا بالنسبه لهم. عارفين الماتش ده يعني بنسبه ان شاء الله الاهلي كسب الماتش ده كابتن اسلام هيبقى بنسبه 70%. لا لا الكلام ده مش انا وجهه نظري، ان هذا الكلام غير صحيح. لا يعني معرفش وجهه نظري هو في لا النادي الاهلي لو كسب بيراميدز لا معنويا هيبقى اعلى، والماتشات في اربع ماتشات ان شاء الله الاهلي يكسبهم هيبقى فرق، بدل ما يبقى فرق نقطه هيبقى فرق اربع نقط. فده طبعا انت قول اللي انت عايزه، لكن انا من وجهه نظري دايما ان مثل هذه المباريات بتديك اريحيه معنويه على نادي بيراميدز اللي هو المنافس دلوقتي اللي بتتنافس معاه ولكن في نفس الوقت انا بشوف ان لو كسبت هذه المباراه مش هتاخد الدوري. لا مش هتاخد الدوري، لو قدر الله خسرت هذه المباراه مش هتخسر الدوري. لسه بالنسبه لك لسه 10 ماتشات تاني. انا معاك كابتن اسلام، بس الماتش ده لو كسبته لا هيخلي الفرق ان شاء الله معد الاربع ماتشات اللي هنلعبهم هيبقى فرق اربع نقط، فالموضوع هيبقى كويس جدا. معنويا الاهلي هيبقى ان شاء الله راكب الدوري، معنويا هيبقى النادي الاهلي كسبان بيراميدز اللي هو اول دوري دلوقتي وفرق بينه وبينه اربع نقط، 11 نقطه وفرق بينه وبينه اربع ماتشات. فانا شايف يا كابتن اسلام الماتش ده مهم جدا لعيبه النادي الاهلي. الماتش ده هيبقى اللعيبه مركزه جدا. الماتش ده عارفين ان ماتش الاهلي وبيراميدز الفتره اللي فاتت بيبقى ماتشات بتبقى صعبه جدا، بس انا متاكد ان اللعيبه اتحطت في الموقف ده كتير جدا كابتن اسلام. اللعيبه باين قوي واخدين ماتش بماتش، واللعيبه باين قوي اللي هي مركزه عايزين ياخدوا ثلاث نقط بثلاث نقط. فبصراحه انا شايف الفتره اللي فاتت النادي الاهلي ماشي بخطه ثابته، وانا شايف النادي الاهلي الفتره الماتش بتاع بيراميدز هيعمل ماتش ان شاء الله كويس جدا. باين حتى اللعيبه كنت بتكلم مع معظم اللعيبه امبارح، لا مركزين قوي يا كابتن اسلام، مركزين قوي. لعيبه كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه. اللعيبه حتى الاستشفاء بيعملوه على اعلى مستوى. كنت بكلم حتى امبارح لعيبه كنت بكلمها قال احنا في الاستشفاء يعني هنخلص وهنكلمك، اللي هو مركزين قوي في الموضوع بتاع الاستشفاء، موضوع بتاع التمرين. ده اهم دلوقتي في هذا التوقيت. ان هو ده دايما زمان ما كانش فيه كده، فاللعيب نفسه بيبقى عارف اللي ليه واللي عليه، وعارف اللي بيكسبه وعارف اللي بيخليه بقى كويس. فده في حد ذاته ده كده لعيبه بروفيشنال، لعيبه عارفه عايزه ايه ومركزين قوي اللي هم ان شاء الله ياخدوا الدوري ويكسبوا الماتش الجاي باذن الله. تقييمك لفريق بيراميدز؟ بص يا كابتن اسلام، بيراميدز السنه دي عامل موسم استثنائي بصراحه، يعني عامل موسم استثنائي. عامل يعني اللعيبه بدات تحس ان هي بقى لها 3 4 سنين بينافسوا على دوري، بس ما بياخدوش دوري، بياخدوا ثالث رابع، بيخشوا كونفدراليه، بيخشوا في افريقيا. السنه دي اللعيبه عاملين ماتشات كويسه جدا، وحسوا كمان المكسب بتاعهم يا كابتن اسلام. حتى النادي الاهلي ما كانش بيلعب معاهم في الدوري في توقفات عشان بطوله افريقيا، فاللعيبه بيراميدز لعبت ماتشات، الماتش خلاهم يكسبوا الثاني الثالث، فحسوا ان هم بيبقوا قريبين ان هم ينافسوا على الدوري. اما كسبوا 10 ماتشات بعد كده كسبوا 11 في 12، فاللعيبه حست اللي هي بقت موجوده بينها وبين النادي الاهلي بقى في منافسه على الدوري، ونادي الزمالك بعد عن الدوري تماما، فهي اللعيبه حاسه بنفسها. فانا شايف ان السنه دي بيراميدز بصراحه عاملين موسم يعني مميز بالنسبه لهم، يعني حتى السكواد بتاعهم سكواد مميز وعاملين عندهم لعيبه كويسه قوي. بس مع العلم يا كابتن اسلام سكواد بيراميدز مش بنفس الخبره ولا الكواليتي بتاع النادي الاهلي. يعني سكواد بيراميدز لعيبه مميزه جدا بس مش بتوع بطولات، ما خدوش بطولات قبل كده. لعيبه النادي الاهلي
لا لعيبه على اعلى مستوى، سكواد عالمي، لعيبه كل واحد عارف اللي هو عليه. بس هنا ممكن يقول لك بطوله إيه؟ افريقيا ممكن يبقى يقول لك انا الدافع مثلا بالنسبه للبيراميدز ان انا كلاعبين ما خدتش بطولات كتير، المدرب بتاعهم برده ما خدش بطولات كتير، ولكن ما خدوش بطولات خالص. ممكن يكون ده دافع ليهم طبيعي، بس وممكن يكون ستريس ليهم. يعني ممكن كل الفتره اللي فاتت كان بيكسبوا ماتشات عشان الاهلي ما كانش بيلعب. وجهه نظري النادي الاهلي كان بره، كان بيلعب افريقيا، ما كانش مشغول في، ما كانش موجود في الدوري، فبيراميدز عمال يكسب ماتش واثنين وثلاثه واربعه. لما النادي الاهلي دلوقتي عمال يكسب، حط بيراميدز تحت ستريس، حط بيراميدز اللي هو الايقونه بتاعت بيراميدز اللي هم اتحطوا تحت ستريس جديد عليهم، مش محطوطين قبل كده تحت ستريس. بالعكس النادي الاهلي، النادي الاهلي اصلا يعني تحس النادي الاهلي الكبير قوي كابتن اسلام، لما بيبقى محطوط تحت ستريس بيجيب لك بطوله، لما بيبقى محطوط تحت ستريس بيعمل مشوار جامده جدا، لما بيبقى محطوط تحت ستريس بينافس على كل البطولات. صحيح. فانا شايف ان النادي الاهلي في الماتش ده او عكس بيراميدز خالص، لا اللعيبه هتبقى مركزه 100%، حتى الدافع بتاع النادي الاهلي هيبقى اكتر من دوافع بيراميدز كابتن اسلام.